لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من هنا من عاصمة المملكة الرباط وبالضبط من المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، حين سيستقبل الفتح الرياضي ضيفه نادي مولودية وجدة برسم منافسات الجولة 18 من البطولة الاحترافية إنوي القسم الأول. بعد قليل ستبدأ المقابلة. حكم الساحة نبيل برقية يعطي انطلاق تحديث الشوط الأول. على يمين الشاشة نادي كبيرة من عشاق الفريق الوجدي تنقلت إلى هنا لمدينة الرباط لتشجيع الفريق في هذه الجولة مهمة التنفيذ. ركلة حرة مباشرة، كرة طويلة، أولى الفرص وأولى المحاولات كانت المتابعة وكانت فرصة بحث من خلالها الفريق الرباط. كرة لفائدة نادي الفتح الرياضي، البحث عن جونيور كاميني، كان هناك خطأ لفائدة ولمصلحة نادي مولودية وجدة. هنا جونيور كاميني الذي جديد في وسط الملعب، تصل لبول فالير، يتقدم بول، حكم اللقاء يعلن عن خطأ للسنغالي بول فالير، كان قريبا من اللقطة. نبيل للفريق الرباطي الضغط مع بداية اللقاء. هنا العرضية وصلت الكرة سهلة بين يدي حارس المرمى المهدي مفتاح، كان متواجدا في المكان المناسب. حارس مرمى نادي الفتح الرياضي المهدي بن عبيد، كرة في وسط الملعب، الحكم يعلن عن خطأ. نبيل برقدي مفتاح، دائما الكرة لعناصر الفتح الرياضي، إمكانية التسديد، فرصة العرضية لكن الدفاع الوجدي بالمرصاد. تمرير، فرصة، ما زالت الفرصة متواصلة دائما لعناصر الفتح الرياضي. ضربة رأسية، ضربة رأسية فوق العارضة من أيوب نناح الذي بحث عن التسجيل. أحد اللاعبين ممتع، سنتابع سنشاهد اللقاء وسنرى ما سيحدث في هذه المقابلة الكروية. هنا ركنية، كريم بن عريف تنفذ الركنية، ضربة رأسية، ضربة رأسية هي الفرصة الأبرز بالنسبة للوجديين في هذه المقابلة. العرضية قادمة من قرناس، الكرة وصلت لمنطقة الجزاء، التسديد، التسديد، لكن الكرة اصطدمت بمدافع كروية. هنا تنفيذ الركنية، تسديدة قوية، تسديدة قوية في اللقطة الماضية من أمين العزري الذي بحث عن التسجيل. الراسينغ الرياضي البيضاوي، هنا فرصة للمولودية الوجدية، قيبوع لبول فالير، لكن الكرة خرجت ركلة مرمى للمهدي بن عبيد والفتح الرياضي كانت. لكن يفضل إرسال الكرة بعيدا لجونيور كاميني، يسدد جونيور لكن الكرة لم تكن. الفتح الرياضي في منطقة الجزاء، العرضية، التسديد العزري، تسديدة العزري، لكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة. تعود فالير، الكرة وصلت لبول، إمكانية تسجيل من بول فالير، يسدد بول، لكن المهدي بن عبيد يتصدى، بن عبيد ينجح في التصدي لكل المواجهة التي ستلعب في مدينة أسفي. ويوم الثلاثاء ستصل هذه المحاولة، تنفيذ الركنية المتابعة، لكن الدفاع يتدخل من بول فالير الذي عاد لمساندة مباشرة. الضوء الأخضر من حكم اللقاء، كانت المتابعة للفتح الرياضي. هنا التنفيذ، فرصة، التدخل، الحكم يعلن عن خطأ للمهدي مفتاح. في اللقطة الماضية كان تدخل، أمين يراوغ، أمين يتقدم، الفرصة ما زالت متواصلة. جول 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 في الدقيقة 31، ينجح الفتح الرياضي في التسجيل وينجح في الوصول للشباك ويصعد العشاق الفتح الرياضي بعد بحث طويل، ينجح في الوصول لمرمى الحارس المهدي مفتاح. جونيور كاميني، جونيور الذي ينجح في التسجيل، تسجيل الهدف رقم 21. المقابلة لم تنتهي،
وبإمكان الفريق الوجدي العودة في لحظة من اللحظات. هنا بطاقة صفراء لجونيور كاميني، ما الذي سيفعل؟ قيبوع العرضية من عبد القادر، قيبوع وصلت بين يدي حارس المرمى المهدي بن عبيد، كان البحث دائما للفتح الرياضي لكن الدفاع يعود. ما زالت الفرصة متواصلة دائما لعناصر الفتح الرياضي. تفتك الكرة بعد تدخل في الوقت المناسب من مروان المزوري الذي قام بعمل ومجهود كبير في اللقطة الماضية لإيقاف الفرصة الرباطية والتصدي للمحاولة الماضية. هنا كرة طويلة خارج الملعب. كنت أتحدث عن مروان المزوري، اللاعبين ساقط على الأرض، تعرض للإصابة، التسديد، الكرة تصطدم بمدافع الفتح الرياضي. سلامات سلامات لحمزة المدن. وللقطة الماضية شاد كرة طويلة من بدر قادرين، التسديد، فرصة، محاولة عناصر المولودية بول فالير، لكن المدافع وصل في الوقت المناسب. وصل هنا فرصة للفريق الرباطي، الكرة وصلت، الحكم يعلن عن خطأ لنادي مولودية وجدة، كان قريبا من اللقطة الماضية. حكم السهل له التقدم، هدف يقربه من الانتصار. المهدي مفتاح، المهدي مفتاح، نجح في التصدي على ما يبدو. هنا اللقطة، المهدي قرناص، العرضية من المهدي، نعم، أتى هدف آخر، الركنية تنفذ، ضربة رأسية بعيدة كل البعد، ضربة رأسية من جونيور كاميني. أنه في هذا الشوط سنستمتع أكثر، سنستمتع أكثر، الكرة وصلت لبول، سنستمتع أكثر لأن نادي مولودية وجدة سيبحث عن التعادل وسجل جديد لباش أنس باش، لكن التدخل يتعرض للإصابة بالعماري. حارس المرمى، حارس المرمى ينجح في التصدي. ما زالت الفرصة مستمرة ومتواصلة، تسديدة بالقدم اليسرى فوق العارضة، تمرير في الرواق الأيسر، يسير الجريسي، العرضية المتابعة من الدفاع، تعود الكرة من جديد، الضغط متواصل، فرصة للفتح الرياضي، محاولة المراوغة والتسديد، لكن التدخل من الدفاع، تعود الكرة من جديد، كرة في الرواق الأيمن، العرضية من سربوت، من عماد، لكن لم يكن بول فالير، يعرفون جيدا بأن بول فالير قادر على التسجيل في أي لحظة من اللحظات. هنا خطأ للفتح الرياضي، كانت العرض بول فالير، فرصة للسنغالي، يراوغ بول فالير، لكن الحكم طلب مواصلة اللعب، لا وجود لأي خطأ، سيوجه له البطاقة الصفراء، يوجه له العقوبة الانضباطية بسبب الاعتراض على القرار. الذي لحظات العرضية المتابعة، جول 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 في الدقيقة 83، ينجح الفتح الرياضي في التسجيل ويسعد العشاق ويسعد المدرب جمال السلامي أيوبنا.